كان كان نفسي نفسي يبقى عندي وعندي بنوتة بنوتة واحدة. واحدة. فضلت ملبسة حازم 3 أشهر فساتين بنات البنات عملوا في شعر وفيونكة كده صغنطوطة. ومش ومش مهم يا مهم يا جماعة جماعة الهدية، الهدية، هي هي أهم أهم حاجة حاجة التواجد التواجد والسؤال والسؤال، دفء وإحساس الإحساس بدفء بدفء الأسرة. الأسرة. كابتن حمادة هو اللي بيجي لي الأول يعني يحتفل بيا أو يجيب لي هدية، يعني اتصال تليفوني بالذات بقى حاليا من الحفيدات بقى بحبها جدا، إنهم الستة بقى يكلموني كل واحدة واللي تسبق بقى فيقولوا لي كلام جميل كده، فدي بتبقى اهم اهم من الغدا واهم من الهدايا، هي هي انها انها فاكرينك فاكرينك ده ده شيء شيء جميل جميل جدا. قوي. ما تتخيلوش حماده كان شخصيه جميله قد ايه، يا ريت يا كل ريت كل واحده واحده تلاقي تلاقي زوج زوج زي زي حماده في حماده في ادبه ادبه واخلاقه. واخلاقه. يعني قبل وفاته بساعات قلت له هنزل بس اروح الكليه وارجع بسرعه كده، اروح ساعتين وارجع يعني. برضه قال لي ايه الشياكه دي وايه الحلاوه دي، يعني بقول لك لاخر يوم وهو لسانه الجميل. هي احلى حاجه انهم بس بشوفهم ويكلموني في التليفون، دي اسعد حاجه في عندي يعني. طبعا ربنا سبحانه وتعالى ما اسعدنيش في اول طفل فراح مني، كنت رفيعه كده وضعيفه صحيا يعني، فراح مني اول ولد. انا طبيعتي زي ما بقول بحب الشنط جدا، بحب الخواتم، بحب اجيب خواتم، طبعا طرح الشعر بقى مراتات ولادي يجيبوا لي. كابتن حماد هو اللي بيجي لي الاول يعني يحتفل بيا او يجيب لي هديه يعني، لكن دايما كنا هما الاثنين بيجوا يعني، لانه الاثنين اماكنهم بعيده عني، انا هنا في المهندسين، هما كل واحد واحد شمال واحد جنوب، واحد في طريق الصحراوي واحد في التجمع، فعقبال ما بيجوا تبقى تقريبا نفس الميعاد، فبنبقى بقى عاملين غدا مع طبعا عشان يبقوا موجودين، وبنقعد بنسعد بقى بالقعده الجميله. ومش مهم يا جماعه الهديه، هي اهم حاجه التواجد والسؤال دفء الأسرة. واحساس بدفء الاسره، البر بالوالدين يعني. بعد حماده كمان الحمد لله ولادي بشكرهم من خلالكم انهم برين بيا، ما فيش يوم ما بيسالوش عليا، دايما يعني ياخدوني معاهم مثلا نخرج نتفسح نسافر، دايما محتضنيني يعني بدفئهم وحنانهم يعني، هم وزوجاتهم طبعا. اهم حاجه في البدايه الاتصال التليفوني يعني انه فاكرني يعني، بتبقى جميله جدا اتصال التليفوني بالذات بقى حاليا من الحفيدات بقى بحبها جدا، انهم الستة بقى يكلموني كل واحدة واللي تسبق بقى فيقولوا لي كلام جميل كده، فدي بتبقى اهم اهم من الغدا واهم من الهدايا، هي انها فاكرينك ده شيء جميل جدا. وحاليا بقى بيبقى اسهل مثلا بنخرج بره نقضي مع بعض العيلة كلها، فبتبقى ايام جميلة يعني. يا رب كل الامهات تسعد بابنائها واحفادها يعني. لا دول قلة، عشان حرام ما نظلمش الابناء، دول قلة بيبقوا للاسف مش برين باهاليهم في اي مكان، مش يعني في هنا في مصر او في اي مكان في العالم، في بيبقوا قلة ما بيدينوش بالوفاء ولا بالولاء لاهاليهم، ما بيحترموش اهاليهم، لكن الغالبية الحمد لله ابنائنا برين بوالديهم، خاصة انه التدين يعني بشكل كبير طبعا في مصر كبير، فبتلاقي دايما حب الام والاب ورعايتهم والسؤال عنهم ده من اهم مبادئنا في الاسلام وفي القران الكريم يعني. اخفض لهم جناح الذل من الرحمه، في القران ايات كثيره جدا بتحث على حسن معامله الابناء، ما بيقولش بقى الابناء فعلا يعني، تلاحظي انه بيحث على معامله الابناء للاباء والامهات، لكن ما فيش حد بيقول ايه خد بالك من ولادك، لانه طبيعي الحنان والحب والعاطفه يعني. طبعا ربنا سبحانه وتعالى ما اسعدنيش في اول طفل فراح مني، كنت رفيعه كده وضعيفه صحيا يعني، فراح مني اول ولد انا كله ذكور يعني. فاجي بقى اشرف برضو جه صغير جدا، كان لان انا يعني وزني كان قليل فكانت صغيرة بقى يعني عشرينات يعني 22، فنزل بدري عن ميعاده، فكان صغير قد يعني، فاول ما اتولد
انا اتخضيت طبعا، شكله يعني ضعيف جدا ومكرمش بقى خالص كده من اللي رفع، يعني دليل ان انا ما كنتش بغذيه كويس يعني. فاهتميت بقى بيه، بقيت هطير طبعا فرح ان ربنا رزقني بقى بطفل. فبقيت بقى يعني طبعا الرضاعة الطبيعية دي مهمة جدا لكل سيدة انها تهتم، وطبعا ايضا في القرآن الكريم. فقعد يعني قعدت فعلا ماشي على القرآن الكريم سنتين كاملين كاملتين، حولين كاملين. ففعلا يعني بقى اتغذى وبقى ما شاء الله في 3 اشهر وشه بقى قمر كده، هو جميل كده وشعره بقى ذهب طالع كده. فكان يعني شيء، لان اهتميت بقى بيه بصحته طبعا، بتاخده على طول معايا في النادي ونخرج عشان الشمس والهواء. فالحمد لله، فكان سعاده غامره يعني ان انا اول طفل بقى بتبقى له معزه خاصه دايما، يعني اول طفل يعني اجمل شعور بقى. زي ما بقول دايما بقى لاصحابي يعني، كان نفسي يبقى عندي بنوته واحده، وحتى حازم لما اتولد كان نفسي يكون بنت يعني. وانا في الولاده صحيت بعد طبعا الولاده، فقلت لهم جبت ايه؟ قالوا لي ولد. لعيب تاني يعني، بيضحك الدكتور بقى بيقول لا لا لحماده لعيب تاني. فقلت لا لا انا جايبه بنت، انا جايبه بنت. ورحت نايمه تاني، فكان كنت جايبه بقى كل فساتين بقى روز وعامله وحركات بقى كلها اني جايه لي بنت، ما احساس يعني. فضلت ملبسه حازم 3 اشهر فساتين البنات عامله في شعره في يونكه كده صغنطوطه، لغايه ما والدي الله يرحمه كان لواء بقى شديد يعني، قال لي ايه الكلام الفارغ ده؟ لبسيه لبس الولاد. فكان نفسي طول عمري يبقى عندي بنت. ربنا بقى رزقني بسته، 3 يمين اشرف الكبير، 3 الحزومه، بنات من اجمل البنات وربنا يخليهم لي، فرح وندى وهنا من اشرف، وهيا وتاليا ولولوة من حازم. كلهم اسمائهم كده جميله ولذيذه، عقبالكم جميعا يا رب. طيبين جميعا، وانا سعيده ان انا معاكم. عيد الام طبعا عيد جميل لكل الامهات، فبنسعد بهذا اليوم لانه بنشوف طبعا ولادنا بيتذكرونا بالذات في اليوم ده، وجولنا هدايا حلوه وكل ام وهي طيبه ان شاء الله. طبعا سنوات كثيره بقى جدا كان فيها حماده الله يرحمه كمان طبعا نحتفل كلنا بيها. يمكن حاليا بقى يعني العيد هم بقى يعني الولاد طبعا والاحفاد بيجولي، لكن بفتقد بشده طبعا تواجد حماده معايا الله يرحمه حبيبي. ايه الاختلاف عن لما كابتن حماده الله يرحمه كان موجود وعن دلوقتي؟ لا كتير جدا، الدنيا كلها، الدنيا بحلاوتها بزهوها بطيبتها. ما تتخيلوش حمادة كان شخصية جميلة قد ايه. دايما بقول لبناتي وطالباتي وكل حتة، يا ريت كل واحدة تلاقي زوج زي حمادة في أدبه وأخلاقه وحسن خلقه وجمال عباراته. يعني طول ما هو قاعد مثلا لازم يقول إيه الجمال ده وإيه الحلاوة دي، أي حاجة بقى يعني لابسة أي حاجة كده عادية يعني، لكن هو يطفي عليها جمال يعني. مش ناسية وأنا مخطوبة ما كنت أروح أزورهم، أول ما أدخل وأقعد بقى شوفوا جيجي النهاردة، كان يعني يدلعني يقول لي جيجي شوفوا لابسه ايه النهارده، شوفوا شعرها. طول ما قاعد وانا بقى مكسوفه اقعد امسكه من رجله واقول له بس بقى كفايه وانا هموت من الكسوف. من اول يوم لغايه وفاته وانا خارجه في اخر يوم كان هو على السرير، يعني قبل وفاته بساعات قلت له هنزل بس اروح الكليه وارجع بسرعه كده، اروح ساعتين وارجع يعني. برضه قال لي ايه الشياكه دي وايه الحلاوه دي، يعني بيقول لك لاخر يوم وهو لسانه الجميل. فطبعا مفتقده بشده هذا الحنان وهذا الحب، والحمد لله اولادي بقى بيعوضوني طبعا، لكن اكيد كسره القلب صعبه جدا يعني.
الله يرحم. الله يرحمه. ما اختلفش قوي، لانه دايما الواحد بيبقى بيحب حاجات معينه. مثلا انا طبيعتي زي ما بقول بحب الشنط جدا، بحب الخواتم، بحب اجيب خواتم، فبيبقى دايما الهدايا في الاطار ده. هم عارفيني بقى بحب مثلا طبعا طرح الشعر بقى، مراتات ولادي يجيبوا لي، مع ان انا مش شاطره يعني في الطرحه وكده ما اعرفش الفها زي البنات شاطرين كده، بحب البس دي اسهل. فهي الهدايا في الاطار ده، هيبقى ايه في سني بقى الكبير ده يعني ما فيش بقى. هو احلى حاجه، هي احلى حاجه انهم بس بشوفهم ويكلموني في التليفون، دي اسعد حاجه فعندي يعني. حبيبي يعني يحب دايما يسعدني، فكان دايما معطاء يعني، ما يسافر يرجع بشنط ثلاث ارباعها انا ليا لوحدي غير الولاد يعني، لازم انا ليا كده. حتى اقعد اقول له يا ابني ايه ده كله، كفايه كفايه، يقعد يقول لي في حد يقول لي زوجه كده كفايه يعني، مفروض راعي. اقول له اه بس يعني كتير، عارفه يعني بكثره وبحب يعني. الحقيقه كان جميل ومعطاء وكريم جدا معايا يعني، فما اقدرش اقول لك ايه اهم هديه، انه على طول هدايا جميله يعني. انا بالذات بحب الاحذيه والشنط، فهو دايما بقى على طول يعني يجيب لي من الأربعة خمسة مثلا، فكان جميل يعني في هدايا. طبعا بارفانات بقى اللي هي السيدات كلها بتحبها وهكذا يعني.